استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية أمس سعادة الشيخ عبد الله بن راشد بن عبد الله الخليفة بمناسبة صدور المرسوم الملكي بتعيينه رئيسا للبعثة الدبلوماسية البحرينية لدى الولايات المتحدة الأمريكية بلقب سفير فوق العادة مفوض، حيث تشرف بأداء القسم القانوني أمام جلالة الملك المفدى. وقد هنأ جلالته حفظه الله السفير الشيخ عبد الله بن راشد بن عبد الله الخليفة وأشاد بكفاءته وخبرته في تحمل هذه المسؤولية الوطنية، معربا عن خالص تمنياته له بالتوفيق والسداد في أداء مهمته الدبلوماسية الجديدة. وأبدى جلالة الملك المفدى توجيهاته السامية للسفير لتعزيز وترسيخ علاقات مملكة البحرين مع الولايات المتحدة الأمريكية والقائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم والتنسيق والتعاون خدمة للمصالح المشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة. كما وجه جلالته حفظه الله إلى الاهتمام بمصالح أبناء البحرين ورعايتهم والعمل على تلبية احتياجاتهم. ونوه جلالة الملك المفدى بدور سفراء المملكة في دعم العلاقات الطيبة التي تربط البحرين بمختلف البلدان الشقيقة والصديقة وفتح آفاق جديدة لمزيد من التعاون المثمر والبناء بما يخدم دور ومكانة البحرين في محيطها العربي والدولي. وأكد جلالة الملك المفدى اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات الوثيقة القائمة مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في مختلف المجالات، مشيدا بالدور الذي تطلع به الإدارة الأمريكية في تعزيز وترسيخ مبادئ الأمن والسلام والاستقرار في العالم. وقد أعرب سعادة السفير الشيخ عبد الله بن راشد بن عبد الله الخليفة عن بلغ شكره وامتنانه وتقديره إلى المقام السامي لصاحب الجلالة حفظه الله، معربا عن عظيم اعتزازه بهذه الثقة الملكية السامية، ومؤكدا أن توجيهات جلالته الكريمة ستشكل حافزا له لبذل المزيد من العمل والجهد لتعزيز علاقات التعاون الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، متطلعا إلى أن يوفقه الله سبحانه وتعالى وأن يكون عند حسن ظن جلالته في أداء هذه المهمة الوطنية على الوجه الأكمل خدمة لمملكة البحرين وشعبها الكريم.